الله باقي ما بداش راه وقف وعاود قال لي سيد الرئيس تفضلي تفضلي. اشوف الاخوان السيدات والساده النواب الافاضل، هذه جلسه دستوريه، راه يمكن نختلفوا يمكن نتفقوا، ولكن اللي ما نختلفوش عليه هو ان النجاح ديالها راه مسؤوليه ديالنا كاملين. ارجوكم ارجوكم تفضلي السيده نائبه. شكرا سيد الرئيس. بالنسبه للمراسلات الوارده على مكتب المجلس، تم يعني سرد مجموعه من المراسلات، وقد تم وضع مقترح قانون يحمل رقم 252 بتاريخ 8/1/2022 لم يتم سرده ضمن هذه المراسلات. كاين هناك ايضا نقطه نظام تتعلق ببرمجه الاسئله الشفهيه والتي تغيب فيها او يغيب فيها النواب غير المنتسبين وكانهم غير محسوبين يعني على هذا المجلس، في الوقت اللي كينص الدستور في الفصل ديالو على حقوق المعارضه وحقوق غير المنتسبين، وهناك مجموعه من المواد في النظام الداخلي. اذا كان التمثيل النسبي كيعطيهم صفر زمان فبرمجوهم بصفر زمان. وشكرا. شكرا. تفضل سيدنا المحترم بالسؤال. السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيدات الساده الوزراء المحترمون، سيداتي الساده النواب المحترمين، يشكل البرنامج الوطني لتزويد الماء العالم القروي بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة ما بين 2020 و2027 إحدى البرامج الكبرى والمهيكلة على المدى القصير والمتوسط بغية ضمان الأمن المائي لبلادنا. لذلك نسألكم سيد الوزير عن هذا البرنامج الوطني وأين وصل في التنزيل. وشكرا سيد. شكرا سيد النائب المحترم. السيد الوزير تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، أريد أولا أن أشكر السيد النائب المحترم على هذا السؤال. وفي الواقع كما تعلمون فجلالة الملك أعطى انطلاقة في يناير 2020 على واحد البرنامج مهم ديال تزويد الماء الصالح للشرب وكذلك بالنسبة للسقي في فترة 2027، وفي هذا الإطار انطلقت العديد من الأشغال خصوصا كذلك بالنسبة لتزويد الماء الصالح للشرب بالنسبة للعالم القروي. هذا البرنامج فيه واحد 8 مليار و700 مليون درهم لتعميم ولوج الماء الصالح للشرب بالنسبة للعالم القروي. وفي هذا الإطار يمكن نقول بأن في هذه السنتين تم إنجاز 30% من هذا البرنامج. وشكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. تعقيب لكم سيد النائب المحترم تفضلوا. سمعنا لكم بعناية واهتمام بالغين لكل الأرقام والمعطيات التي قدمتموها بخصوص هذا البرنامج الوطني الهام. وفي هذا الصدد لا بد أن نشيد كتاريخ للتجمع الوطني الأحرار بما قامت به الدولة بخصوص البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشرب بدعم وبتوجيهات ملكية سامية منذ إعطاء انطلاقته سنة 1995. لكن رغم هذه المجهودات فإننا نستجد أن هناك بعض المناطق والجماعات في السنين الأخيرة لم تستفد من هذا البرنامج، وأخص بالذكر بعض الجماعات في الإقليم والعقوب، حيث يعود إنجاز شبكة توزيع الماء الشرب فيه إلى بداية التسعينات عبر تزويد بعض الدواوير بالنافورة العمومية، شيء الذي لم يعد يتلائم مع احتياجات الإقليم حاليا نظرا لتزايد عدد السكان وقد اتساع النفوذ الجغرافي للإقليم. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نوجه دعوتنا للحكومة الجديدة في شخصيتكم السيد الوزير لتعملوا أكثر من أجل دعم الإقليم والمناطق ببلادنا التي تعرف خصاصا كبيرا في ميدان تجهيز الساكنة القروية بنقص الماء المهيئة وضعفا في الاستثمارات العمومية والنقص في الموارد المائية من حيث الكم والجودة، وكذا الظروف الصعبة للحصول على الماء الصالح للشرب بصفة عامة والاستجابة لساكنة إقليم العقوب بصفة خاصة بخصوص هذه المادة الحيوية. وشكرا سيد رئيس. شكرا سيد النائب المحترم. هل هناك تعقيب إضافي في الموضوع؟ تفضل سيد النائب المحترم. احنا كنعرفوا جميع بأن العالم مهدد بندرة الماء. المشكلة السيد الوزير هو أن اليوم في بلادنا كاين مناطق جبلية وقروية وكذلك مجموعة من المدن اللي كتعاني، فليس بعيدا عن العاصمة هناك إقليم الخميسات اللي ربما كيشوف الماء في القوادس غير في الشتاء،
أما في الصيف راهم لا حول ولا قوة لهم. هذه المشكلة السيد الوزير كذلك في مجموعة من الجماعات كالمعازيز اللي خرجت تعبر عن استنكارها لما تعيشه من هذا النقص، وضيف على ذلك كذلك المسألة ديال الصرف الصحي اللي مازال اليوم كيعيشوا ودايرين المتامر في وسط المرح ديالهم. 22 ما يمكنش نبقاو نسمعوا على بلادنا هذا الشيء. هذه امور اللي كتضمن العيش الكريم للمواطنين، وحنا كنشوفوهم كيعيشوا في هذه الحاله هذه. شكرا سي هذه الحاله هذه. شكرا سي هذه الحاله هذه. شكرا سي الوزير. شكرا سي النائب محترم. محترم محترم. بقي عفوا سي الوزير، عفوا تفضل سيدي المحترم. بلادنا من طبيعه الحال مشات في الطريقه ديال الاستغلال غير التقليدي ديال المياه المستعمله، ومن ضمنها هاد يعني مجموعه من المناطق خصوصا مثلا بيشتكى اتباها كاينه تحليه يعني مياه البحر. الا ان الاشكال ماشي في تزويد اقاليم اخرى بهذه الماده، ولكن هو انه الجماعه اللي تستوطن هذه المحطه هذه مقصيه من الماء الصالح للشرب، وكذلك الجماعات المجاوره بالفاء سيدي وساي مسا وايتملك، وبالتالي فمطلوب من السيد الوزير انه تصحح هذه الوضعيه. شكرا. شكرا سيدي الموضوع. لا يبدو. شكرا على هذا الأسئلة وعلى هذه النقاط اللي طرحتي، واللي هي مهمة جدا، لأن تطرح في الواقع الهدف الأساسي ديال كل السياسة التي تقوم بها الحكومة، وهي خدمة المواطنات والمواطنين وضمان الماء الصالح للشرب بالنسبة لهذه الفئات العريضة. وبالتالي فتفاعلا مع ما جئت به من الأمر الأول، وهو أننا الحكومة وضعت واحد البرنامج استعجال الإشكاليات، وهذا البرنامج فيه 3 مليار ديال الدرهم، وهم احواض اهم الاحواض المائيه المتضرره من اشكاليات ندره الماء. النقطه الثانيه وهو اننا كذلك اعتبرنا انه من الضروري ان يكون هنالك عمل مهم في اطار تزويد المناطق القرويه بالماء الصالح للشرب. وفي هذا الاطار بالنسبه للمناطق ديال شتوكا اتباها، ولا بالنسبه للمولي يعقوب، وبالنسبه للخميسات، فدرنا واحد البرنامج باش نشوفوا الكيفيه باش يمكننا نستدركوا هذا النقص اللي كاين، ونضمنوا كذلك تزويد الماء الصالح للشرب بالنسبه للساكنه القرويه. انتم عارفين بان الربط ما تيتجاوز 40% بالنسبه للساكنه القرويه. النقطه الثالثه مرتبطه كذلك، عندنا اشكال بان هذه النسبه ما تتفوتش 10% بالنسبه للعالم القروي ككل، وهذا تيتطلب واحد المجهود خاص، وبالتالي اعطينا الاولويه لتزويد المدارس، اولويه لتزويد المدارس وتزويد المساجد بالماء الصالح للشرب، باش اننا نقلل صالح الشرب، باش اننا نقلصوا خصوصا بالنسبه للمدارس، نقلصوا خصوصا بالنسبه للمدارس من الهدر المدرسي بالنسبه للفتيات في العالم القروي. وفي نفس الوقت كذلك اننا وضعنا واحد الخطه مع وزاره الداخليه باش يكون واحد البرنامج مندمج باش يمكننا نطوروا في هذا المجال. وشكرا. شكرا سيد الوزير. نمر اذا سمحتم للسؤال الثاني حول الحاجه الى خلق المزيد من المسالك الطرقيه في اطار فك العزله عن ساكنه العالم القروي للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الاحرار. فليتفضل. تفضل سيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السلام. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيده الوزيره، السيد الوزير، السيده الوزيره، السيدات والسادة النواب، والسادة النواب. سيد الوزير سوف أكون مقتضبا في هذا السؤال. ففي إطار السياسة الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية ببلادنا، يظل العالم القروي في حاجة ماسة إلى خلق وتشييد مجموعة من المسالك الطرقية، وذلك في ظل الدينامية الديموغرافية
والسكانية والتحولات الاجتماعية التي تشهدها العديد من مناطق وقرى المملكة. سيد الوزير، نسائلكم عن السياسة الحكومية المتعلقة بخلق وتشييد مسالك طرقية جديدة والاعتناء بالقديمة المتهالكة في إطار فك العزلة عن ساكنة العالم القروي. شكرا. شكرا سيد نائب محترم، لكم الجواب سيد الوزير. شكرا سيد نائب محترم على هذا السؤال سيد الرئيس. فبالنسبة لهذه النقطة بالذات، فكما تعلمون كانت هنالك عديد من البرامج لفك العزلة على العالم القروي. يمكننا نقول وهذا الأمر انطلق ابتداء من 95، كان البرنامج الأول اللي كانت فيه 11000 كيلومتر، ثم البرنامج الثاني اللي كانت فيه 15800 كيلومتر، ومن بعد كاين هذا البرنامج الجديد ديال تقليص الفوارق المجالية بالنسبة للعالم القروي، واللي فيها واحد نسبة كبيرة بالنسبة للمسالك الطرقية في العالم القروي. اليوم يمكننا نقول بأن مرينا من نسبة ديال 30% اللي كانت في بالنسبة ل 95 إلى 79% فاصلة 3% بالنسبة للوضع الحالي. ودار واحد البرنامج بحال اللي قلنا جديد، اللي هو مرتبط بتقليص الفوارق المجالية، اللي تم البرمجة ديالو وانطلقت الأشغال وانتهت كذلك أشغال ديال 17000 كيلومتر. وبالتالي هذا شيء مهم اللي تخصنا نسجلوه. ولكن رغم ذلك ضروري تأكيد على جوج الأمور. الأمر الأول وهو أن هذه البرامج التي تم تحديدها فدارت حسب الأولويات الضرورية، ودار في إطار لجنة إقليمية ثم جهوية ثم وطنية، وتم إشراك الجميع من أجل وضع هذا البرنامج. ثانيا، بقات واحد الإشكالية اللي هي مطروحة، هي إشكالية ديال الصيانة، لأن كما تعلمون الوزارة فهي تقوم بصيانة الطرق المصنفة. بالنسبة للطرق الغير مصنفة وهي تدخل في إطار هذه الطرق القروية، فالإشكالية لا زالت مطروحة، وبالتالي على الصعيد الحكومي فنشتغل على تجاوز هذا الإشكال. وشكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. سيد نائب تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير على الإجابة اللي قدمته، واللي في الحقيقة حيدت عليا واحد المجموعة ديال الجمل اللي كان من المفروض أنني نطرحها. ولكن الملاحظ سيد الوزير أن هذه البرامج التي تمت الإشارة إليها لم تستفيد منه أو منها العديد من المناطق التي هي في أمس الحاجة لمثل هذه البرامج، خاصة في السنوات الأخيرة. صحيح أن في السنوات الأخيرة تمت هذه العملية، ولكن هناك جماعات كثيرة، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، نأخذ جهة فاس مكناس الذي أمثلها وأمثل إقليم الحجب، وعلى رأسها بحال اللي قلت هذه الجماعات ومناطق نائية تابعة لهذه الأرض. تم اعتماد عدة مؤشرات، هذه المؤشرات في تحديد الأولويات من قبل نسبة السكنة القروية المعزولة حسب آخر معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنة، جوج نسبة الساكنة القروية الفقيرة أو في وضعية هشة حسب آخر معطيات الفقر والهشاشة، معدل المرافق السوسيو-اقتصادية 3، 4 معدل طول الطرق المصنفة بالنسبة لكل 1000 كيلومتر مربع، و5 معدل طول الطرق المصنفة بالنسبة لكل 1000 نسمة من الساكنة. سيد الوزير. شكرا سيد نائب محترم، انتهى الوقت. شكرا سيد النائب. تعقيبات إضافية في الموضوع؟ هل هناك من تعقيب إضافي في دائما في الموضوع؟ لا يبدو. لكم الكلمة سيد الوزير، لكم رد. شكرا سيد الرئيس. بالنسبة للسيد النائب المحترم، فأنا معك بأن من الضروري أن يكون هنالك
عمل من أجل أولا العمل بهذه الأولويات، وكما تعلمون فسنويا تتحدد ما هي الطرق التي سيتم برمجتها على الصعيد الإقليمي وتؤخذ بهذه المعايير. وأظن أن من ضروري إدراج معايير أخرى كذلك، كالولوج إلى الأسواق، كالولوج كذلك إلى المدارس بالنسبة باش نضمنوا النقل الدراسي، كالمسالك. شكرا سيد الوزير، انتهى الوقت. نمر للسؤال الموالي، وهو سؤال مرتبط بالاستنزاف المفرط للفرشة المائية، للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق تقدم والاشتراكية. لك الكلمة سيدنا أي محترم. كلمة سيدنا أي محترم. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير، لا يمكن أن نتصور أبدا استقرار المواطنين في مناطقهم دون أمن مائي. سيد الوزير، عدد كبير من الأقاليم اليوم كيعرف واحد النقص حاد من الماء السقي والماء الصالح للشرب، ولهذا نسائلكم اليوم حول التدابير الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير الماء للمواطنين والمواطنات. شكرا سيد النائب المحترم. سيد الوزير تفضلوا. إذن شكرا سيد الرئيس. سيد النائب المحترم، بالنسبة للمجهودات المبذولة من طرف الحكومة، فكاين معلوم تسريع وتيرات البرنامج الخاص بتزويد الماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027. وفي هذا الإطار بغيت نركز على واحد النقطة الأساسية، وهو الحفاظ على الفرشة المائية، بل أكثر من ذلك تطعيم الفرشة المائية من خلال السدود التلية. يمكن نقول لكم بأن أولا حنا حتى اليوم دات فقط ثلاثة ديال العقود الفرشة. حنا دابا في هذه السنة إن شاء الله غنديروا 6 آخرين، وفي المناطق الأكثر تضررا. أنتم عارفين بأن أخيرا وقعنا على الفرشة المائية، العقد الفرشة بالنسبة لبرشيد اللي تيتناقص الفرشة المائية بجوج الأمتار كل سنة. وكذلك الشأن بالنسبة للمنطقة الحوز، منطقة ديال الراشدية اللي حنا تنشتغلوا عليها. شكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. سيد النائب المحترم تفضلوا التعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، انت كتعرف بان المغرب من بين الدول اللي كتسم بمحدوديات ديال الموارد المائية والموقع الجغرافي ديال المغرب. اليوم حنا كننبهوكم من داخل البرلمان، لان ما بغيناش من هنا 3 شهور ولا 4 شهور في شهر 5 نلقاو مسيرة العطش في الأقاليم، ما بغيناش نلقاو الوقفات الاحتجاجية، لأن اليوم عدد من الأقاليم اليوم عندها الاحتياط ديال 3 شهور الماء الصالح للشرب. وننبهكم سيد 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 الوزير، اليوم الفلاحة كتستهلك أكثر من 80% من الماء. اليوم خص إعادة النظر في بعض الزراعات اللي كتستهلك الماء. اليوم الفرشة المائية السنوية عندها 4 مليار متر مكعب، حنا كنستهلكوا 5 المليار، يعني كاين واحد العجز ديال مليار متر مكعب اللي ما كيتمش التجدد ديالو. ولهذا بغيناكم تسريع بالسدود التليه، هذيك المياه اللي كتمشي للبحر سدود التليه، لان الكومباكتاج والتراب هذه خص تاخذوه بعين الاعتبار في الاستعجالي، من اجل ما نوقعوش تتوصل للمرحله الخطر. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. تعقيبات إضافية في الموضوع؟ هل هناك من تعقيب إضافي؟ لا يبدو. لكم كلمة سيد الوزير. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد النائب المحترم. أرى إذا كانت عندكم غيرة على أنه على بلادنا باش ما نطيحوش في هذه الإشكالية، يمكن نقول لكم بأن الحكومة تشتغل في هذا الإطار. ويمكن لي نقول لكم كذلك بأنه كنا تنديروا 8 ديال السدود التلية سنويا، قررنا نديروا 120 سد من هنا ل 2023 تلي، باش نمشيو في اطار اللي تفضلتوا به سيد النائب المحترم، ان تنعتبروا هذه من الامور الاساسيه اللي غتساعدنا باش نحلوا الاشكاليه، زياده على البرامج ديال تحليات المياه باش نضبطوا كذلك التغذيه ديال وتوفير الماء الصالح للشرب بالنسبه للمواطنات والمواطنين، وكذلك بالنسبه للسقي. وشكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. نمر الى السؤال الرابع، وهو سؤال متعلق باصلاح وتوسيع الشبكه الطرقيه، للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي. لك الكلمة سيد النائب المحترم تفضل. شكرا سيد الرئيس. نسائلكم سيد الوزير المحترم عن الإجراءات العملية لتنفيذ برنامج توسيع وإصلاح الشبكة الطرقية سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي. شكرا سيد الوزير. سيد الوزير
شكرا السيد النائب المحترم. فكما تعلمون الشبكة الطرقية اليوم فهي فيها 57300 كيلومتر، والوزارة وضعت واحد المخطط من أجل في أفق 2035 باش يتم كذلك توسيعي وتطوير هذه الشبكة. هذه الشبكة فيها طرق الوطنية والمصنفة، فيها طرق كذلك جهوية، وفيها كذلك طرق الجماعية، ومنها وداخلها فيها بالطبع الطرق القروية. والهدف من هذا الأمر كله اللي تنشتغلوا عليه هو جوج الأمور أساسية: العمل على توسيع هذه الشبكة الطرقية من جهة باش نفكوا العزلة على العالم القروي، وثانيا العمل كذلك على صيانة هذه الطرق. وشكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. سيد النائب محترم لكم تعقيب تفضلوا. شكرا سيدي الوزير المحترم. عطفا على إجابتكم نود أيضا الاستيضاح منكم بخصوص موقع الشبكة الطرقية بأقالي من الجنوبية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، لا سيما أن القطاع الحكومي المكلف أطلق في مرحلة سابقة استراتيجية جديدة متعلقة بالفترة بين 2017 و2026 والتي تتماشى أهدافها مع العشرية للسلامة الطرقية. لذا نذكركم السيد الوزير المحترم بتنامي معاناة ساكنة جهة قلميم ودنون والتي تتفاقم مع ظهور عدة معضلات ومشاكل طرقية تمتد على طول جغرافية الجهة، وكلما توغلنا جنوبا إلا وأصبحت الحاجة ملحة أكثر لتوسيع الشبكة الطرقية المصنفة على الخصوص، حيث نذكركم السيد الوزير المحترم على سبيل المثال مشاكل مرتبطة بمجموعة من المسالك الطرقية المصنفة بإقليم أسزاك، بناء الطريق الرابطة بين عوينت لهنا وإدلوين مرورا بملعويت قات، ربط إدلوين مرورا بملعويت قات، ربط الإقليم بالطريق السريع عبر عوينت غمان، ربط إقليم أسزاك والسمارة عبر الطريق الوطني رقم 17 التي تربط المركز الحدودي المحبس بجديرية والفارسية، السيد الوزير المحترم، أنتم معنيون بالسهر على تحسين وتوسيع العرض الطرقي ومؤشرات السلام. شكرا سيد نائب محترم. هل هناك تعقيب إضافي في الموضوع؟ تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، ما يمكن لنا ان نتمنوا المجهودات اللي كتقوموا بها منذ توليكم مسؤوليه داخل الوزاره. سيد الوزير، اليوم اقليم اسفي اللي اليوم ما استفدش من برنامج الطرق منذ سنوات، واليوم كان جيت نحشم نتكلموا على اتفاقيه في العمر ديالها 9 سنوات من 2013. سيد الوزير، وسالت ديجا في 6 سنوات دابا، وتوقعت من طرف جميع الشركاء، واليوم توقعت في 2019 ولحد الان مازال ما خرجتش الحيز الوجود واللي فيها طرق مهمه كطريق جهويه 301 ما بين اسفي والوليد 301 ما بين اسفي والوليديه، والطريق الجهويه على الساحل اسفي صويره، والطريق الوطنيه 205 اسفي سبت كزولالي ولا الحوادث يوميا فيها. كذلك نلتمس منكم السيد الوزير المحترم تاخذ بعين الاعتبار الطريق الوطنيه A7 اللي كتربط ما بين اسفي ومراكش، بين اسفي ومراكش اللي ولا اليوم اسفي قطب صناعي وواجهه بحريه قويه، واليوم جامع زول على الاقاليم ديال الجهه. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم. تفضل سيد النائب. تفضل سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، نسألكم سيد الوزير حول مآل إعادة إصلاح بعض القناطير بإقليم طاطا، وبالضبط على القناطير بإقليم طاطا، وبالضبط على الطريق الوطني رقم 17 التي انهارت منذ فيضان 2014 وإلى حد الآن لم يتم إعادة بنائها، وفيهم ما هو على شكل اتفاق شراكة بين الوزارة والشركاء وما هو تحت مسؤولية الوزارة. هذه القناطير يسببون في انقطاعات متكررة أيام تساقطات المطرية على نفس الطريق. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب المحترم. تعقيب إضافي آخر في الموضوع؟ تفضل سيدي. سيد الوزير، احنا عندنا ملتبس للسيد الوزير فيما يتعلق
انه تعطيو التعليمات ديالكم في اقليم الحاجب في انجاز مجموعه ديال المشاريع ديال الطرق. اولا هناك طريق الجهويه 716 اللي كتربط بين البداد عين طاوجطاس واللي كتستافد منها مجموعه ديال الجماعات منها القصير عين طاوجطاس بيطيط بودربالة وايت العمان وايت حج الله. وكذلك الطريق من هذه 50 سنه ما تصاوبت اللي كتستافد منها مجموعه ديال المراكز الفوارات وايت حج الله وسوق القور والقصير. وكذلك كاين طريق الرابطه بين اكوراي وبين ايتي عزم ثم جري ثم ايتي عزم. لا ننسى السيد الرئيس المحترم غير واحد نفتح القوس ماشي نثير انتباه انه البلديه ديال اكوراي يعني عندها حاليا اشكال ديال الماء، كاين نقص بالنسبه للناس ديال لونيب، هذاك الخزان ما بقاش كافي، يلاه اربعه السوع اللي كيشربوا الناس. فبالتالي السيد الرئيس المحترم شكرا سيدنا المحترم، شكرا شكرا جزيلا لك الكلمه السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس المحترم. فاولا بغيت نشكر الساده النواب على الاسئله اللي طرحوا على هذا التفاعل كذلك ايجابي، وفي نفس الوقت هذا البعد البناء اللي ماشيين فيه واللي هو في الواقع تيبين بان هنالك رغبه حقيقيه باش اننا نحلوا الاشكاليات المطروحه بالنسبه لبلادنا في هذا المجال ديال الطرق. انا بغيت اولا ناكد بالنسبه للمناطق الجنوبيه وبالنسبه للجهه ديال قلميم وادنون بان هنالك عمل مهم اللي هو اللي غيدار ان شاء الله، واتفقنا على باش دار واحد الشراكه مع الجهه باش نحدوا ما هي اهم الاولويات وكيفيه كذلك العمل على تطوير الشبكه الطرقيه في المنطقه زياده على الطريق الاساسيه اللي عطى انطلاق جلاله الملك محمد السادس ايده الله اللي تتربط ما بين تيزنيت والداخله واللي ان شاء الله راه ماشيه مزيان ونزيدوا نطوروا ان شاء الله وصلت 60% ديال الانجاز وغنزيدوا نحسنوا الوتيره ديال الانجاز ديالها. بالنسبه للاسفي فهذا كذلك من بين الامور اللي اتفقنا عليه وهو العمل على اعاده العمل على تفعيل كل الاتفاقيات التي تم وضعها وبرمجتها باش اننا نطبقوا على ارض الواقع، خصوصا ان الامكانيات الماليه فهي متوفره بحكم ان هنالك التوقيعات اللازمه، وحنا كوزاره ما يمكننا الا نقوموا بالواجب ديالنا ونطبقوا هذه الاتفاقيات. كذا الشكل بالنسبه للحاجب. نقطة أخيرة اللي بغيت نأكدها ونقولها كذلك للسادة النواب البرلمانيين وكذلك رؤساء الجامعات بأن احنا كوزارة مستعدين كذلك أننا في إطار الشراكة اللي دار مع الجامعات المحلية أننا نوفروا المعدات الضرورية والآليات باش أننا نقوموا بصيانة هذه الطرق أو أننا نكونوا كذلك السائقين ديال الجماعه باش يقوموا بذلك. وشكرا. شكرا السيد الوزير المحترم. ونمر الى السؤال الخامس دائما في نفس القطاع، هو سؤال متعلق بالحفاظ على جوده المياه وعقلنه استعمالها للسيدات والساده والمحترمين من فريق الاصاله والمعاصره، فليتفضل احد. تفضل سيدي النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس، سيدات والساده النواب، سيد الوزير، نسائلكم عن استراتيجية وزارتكم للحفاظ على جودة المياه وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة لعقلنة استعمالها وعدم تبذيرها. شكرا السيدة النائبة المحترمة. سيد الوزير لكم الجواب. شكرا السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. فبالنسبة لهذه النقطة بالذات فكما تعلمون قانون الماء كان واضح في هذا الإطار وجاب واحد المبدأ اللي هو أساسي اللي هو الملوث المؤدي، وبالتالي فالحكومة ككل والوزارة على الخصوص قامت بوضع استراتيجية من أجل ضمان جودة المياه ولا بالنسبة وكذلك العمل على مواجهة تلوث المياه. وفي هذا الإطار هذا التلوث فهو يعني ما هو مرتبط بالأعمال المنزلية وما هو مرتبط بما هو صناعي وما هو مرتبط كذلك بالقطاعات الإنتاجية الأخرى. وفي هذا الإطار فالوكالات الحوض المائي فهي تقوم بتشجيع كل القطاعات التي تريد أن تشتغل من أجل تجاوز إشكالية التلوث. وفي هذا الإطار فدارت العديد من الإعانات واتفاقات مع عديد من القطاعات بحال القطاع ديال السكر إلى آخره
باش انه نقلوا من هذه الاشكاليه ديال التلوث ديال المياه، وفي نفس الوقت الدور ديالنا كذلك اننا نتبعوا جوده المياه، لا المياه الجوفيه كذلك، لان عندنا مع الاسف اليوم بدات تبان الملوحه في العديد من المناطق، واللي خصنا نحاولوا كل ما امكن اننا نتجاوزوها، وفي نفس الوقت كذلك نضمنوا انه الماء الصالح للشرب الموجه للمواطنات والمواطنين انه يكون في جوده عاليه. وشكرا. شكرا السيد الوزير المحترم، تفضلوا تعقيب السيده النائبه. شكرا السيد الوزير على جوابكم القيم. نحن اليوم امام معادله جد صعبه تتمثل في قله التساقطات وتراجع حاقنه السدود بمختلف جهات المملكه، وبالتالي فبلادنا اليوم مهدده بالجفاف بسبب ندره المياه وارتفاع درجات الحراره بشكل غير مسبوق، الى جانب الاستنزاف الكبير للموارد المائيه، وهو الامر الذي ينطبق على منطقه تارودانت والتي تعد من اهم المناطق الفلاحيه بجهه سوس ماسه، الا انها اصبحت تعاني من خصاص كبير في هذه الماده الحيويه خصوصا بالمناطق الجبلية، وذلك نتيجة توالي سنوات الجفاف. في هذا الصدد ولتحسين العرض المائي بالمنطقة يجب التعجيل بتنزيل برنامج الجهوي للماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027، خصوصا إنجاز السدود التلية على روافد واد سوس وبالأخص واد بني محمد وواد رقيتا، حيث ستساهم هذه السدود في توفير مياه السقي والشرب لفائدة الساكنة القروية بهذه المناطق وتحسين ظروف عيشهم. كما نطالبكم بالعمل على استفادة ساكنة تارودانت في أقرب الأجال من مياه سد المختار السوسي المتواجد بجماعة أزيوا، حيث أن هذه الساكنة تعاني من شح في مياه الشرب وفي مياه السقي. هذا الوضع يتطلب إيجاد حلول هيكلية لضمان استعمال عقلاني لهذه المادة الحيوية سواء في المناطق المذكورة أو على الصعيد الوطني، بالعمل على الحفاظ على المياه الجوفية وتعبئة الموارد الغير تقليدية، خاصة عن طريق تحلية مياه البحر لضمان مورد إضافي لتزويد مختلف المدن والقرى وكافة أرجاء هذا الوطن العزيز بالمياه الصالح للشرب. شكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. هل هناك تعقيب إضافي في الموضوع؟ تعقيب إضافي في الموضوع لا يبدو. سيد الوزير تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيدة النائبة المحترمة. أنا أولا بغيت نأكد بأن الوزارة تشتغل على تحسين الوضعية في تارودانت، وكما تعلمون فنحن انطلقنا في تعلية سد المختار السوسي باش يمكننا نضمنه أن تكون عنده واحد الحقينة أكبر، وبالتالي نضمنه الماء الصالح للشرب في الإطار. كذلك تم في شتوكا إتباع، وهذا شيء مهم جدا، وهو تحلية المياه اللي غتنطرق إن شاء الله في الأيام المقبلة، وغيتم استعمال الماء الصالح للشرب. وبالتالي اللي مهم وهو أنه السد ديال الأولوز اللي غيتم. شكرا السيد الوزير. مع الأسف انتهى الوقت. نمر للسؤال الموالي، وهو السؤال عن صيانة وتوسيع شبكة الطرق القروية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. لكم الكلمة السيد النائب المحترم، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. سيدات والسادة الوزراء، سيدات والسادة النواب، نسائلكم السيد الوزير عن استراتيجية الحكومة فيما يرتبط بصيانة وتوسيع شبكة الطرق القروية. شكرا السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس المحترم. فبالنسبة للطرق، أولا بغيت نذكر بأن بالنسبة للوزارة والحكومة فإن اليوم 46% ديال الميزانيه ديال الوزاره تتمشي للصيانه، وكما سبق لي ان ذكرت الطرق القرويه فهي تدخل في اطار الشراكه اللي يمكن نقوم بها مع الجماعات باش يمكننا نساعدها على القيام بهذه الصيانه، ولكن على الجماعات المحليه ان تقوم بتصنيفها كطرق جماعيه باش يمكن لها الدخول في اطار هاد الشراكات. والنقطة الثالثة وهو أنه اليوم نحن كذلك في إطار الحكومة الجديدة قررنا مع الوزير الفلاحة والصيد البحري في إطار صندوق ديال التنمية القروية، وفي إطار البرنامج ديال تقليص الفوارق المجالية، باش أننا نخصو واحد النسبة مهمة من هذه الميزانية لضمان صيانة الطرق القروية، لأن تبين أن العديد من هذه الطرق يتم
تشيدها، ولكن بعد 4 سنوات فهي تتلاشى وبالتالي تتخلق مشاكل كثيرة، ولذلك من ضروري أن نقوم ببرنامج خاص في هذا الإطار. وشكرا. شكرا السيد الوزير المحترم. تعقيب لكم السيد النائب المحترم، تفضلوا. شكرا سيد الوزير على جوابكم، لكن السيد الوزير لابد من الإشارة إلى أن بلادنا ولله الحمد وبفضل توجيهات صاحب جلالة نصره الله قد حققت تقدما ملموسا وقفزة نوعية في البنية التحتية للطرق بالعالم القروي من خلال برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وللحفاظ على هذا المكتسب لابد السيد الوزير من برمجة عمليات الصيانة لهذه الطرق، خاصة المسالك الجديدة والطرق التي تم فتحها. كما نود السيد الوزير الإشارة إلى أن الوزارة تعرف بعد البطء في تنفيذ عملية الصيانة والتوسعة في مسالك طرقية هامة والتي توجد في أغلب الأحيان في حالة جد متردية يصعب أو يستحيل معها تنقل السكينة. مثلا عن ذلك السيد الوزير إقليم اليوسفية، الطريق الإقليمي إقليم اليوسفية، الطريق الإقليمية 23-41 اللي 23-41 اللي كتربط ما بين الطريق الوطنية رقم 7 وسيدي الشيكر التي تم فتح الأظرفة الخاصة بها سنة 2020، والطريق الإقليمية 23-27 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 7 وإيغود والتي تم فتح الأظرفة الخاصة بها شهر 5-2021. هذه المقاطع السيد الوزير بالرغم من التعثر الكبير الذي عرفته الاتفاقية الخاصة بهم منذ سنة 2013 إلا أن عملية الإنجاز لم تبدأ بعد. مثال آخر سيد الوزير، الطريق الإقليمية 23-33 الرابطة بين الطريق الوطني رقم 7 واحد بخاتي والمضمنة في نفس الاتفاقية لم يصادق بعد عن الدراسة الخاصة بها. لذا نطالبكم بالتسريع في إطلاق عملية الإنجاز لأن هذه الطرق كانت قد وصلت إلى حالة جد مزرية عند إبرام اتفاقية سنة 2013، فما بالك بالحالة التي أصبحت عليها اليوم. وشكرا. شكرا سيد نائب محترم. هل هناك تعقيب إضافي في الموضوع؟ تفضل تفضل سيد نائب محترم. شكرا سيد الوزير، كلنا كنعرفوا أهمية الطرق والأثر الإيجابي ديالها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفك عزلة. إذا جيبوا فتح طرق مسالك جيدة، ويجب ايضا انقاذ رصيد الطرق اللي عندنا في بلادنا واعاده تاهيل الطرق الاقليميه المصنفه، لان اغلبيه الطرق الاقليميه المصنفه اللي في العرض ديالها 4 متر اليوم مهدده بالانقطاع. والنموذج في اقليم سيدي افني، الطريق الاقليميه 1920 الرابطه بين صبويا ومنفاس. سيدي عيب اسمح لي سير بشويه باش ما كنش نسمعوا مزيان السيد الوزير يسمع مزيان. الطريق الاقليميه 1920 الرابطه بين صبويا ومنفاس، الطريق الإقليمية الرابطة بين الخصاص وسيدي مبارك، الطريق بين الخصاص وسيدي مبارك، الطريق الإقليمية الرابطة بين أيترخا وسيدي عبد الله بالعيد، والطريق الإقليمية الرابطة بين أيترخا والنابور إلى غير ذلك. محاور الطرقية رصيد ديال المغاربة كاملين، يجب المحافظة عليها. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيب إضافي آخر في الموضوع؟ تعقيب إضافي آخر لا يبدو. تفضلوا سيد الوزير لكم الكلمة. شكرا سيد الرئيس. سيد النواب، بغيت نشكركم مره اخرى على هاد التعقيبات والنقاط اللي طرحتيو. انني يمكن ناكد لكم بان من بين الامور اللي تنشتغلوا ليها في اطار هاد البرنامج السنوي وهو تفعيل كل الاتفاقيات، وبالتالي غنقوموا بتسريع الاتفاقيات التي تم ابرامها من اجل تنفيذها على ارض الواقع، والعمل كذلك على توسيع برنامج الصيانه بحال اللي قلت اللي هو تيعبئ 45% من الميزانيه ديال الوزاره، لان تنعتبروا بان الصيانه فهي من بين الامور الاساسيه اللي تخصنا نطوروها. وكذلك واحد الامر اللي ضروري الواحد ياكد عليه وهو المنشات، كذلك ما نساوهمش. نتكلموا كثير على الطرق وتنساو كذلك القناطير والمنشات اللي هي اساسيه واللي هي تتشكل كذلك وتتعرف عده مشاكل، وبالتالي بغينا نعطيو كذلك واحد القيمه خاصه للمنشات باش يتم الصيانه ديالها، كذلك باش نضمنوا الاستمراريه ديال السير في بلادنا. شكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. نمر الى السؤال الموالي متعلق بتزويد العالم القروي بالماء الشارب وتطهير السائل لسيدة والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضلي سيد النائب المحترم، عليك الكلمه.
شكرا سيد الرئيس. نسائلكم سيد الوزير عن برنامج تزويد الجماعي بالماء صالح للشرب وشبكة تطهير السائل لفائدة العلم القروي، وما هي المشاريع المستقبلية لتعميم البرنامج الآن في الذكر على الدواوير التابعة للمراكز والجماعات الترابية ذات الطابع القروي التي لم يشملها بعد هذا البرنامج وفق عدالة مجالية تراعي خصوصية كل منطقة؟ وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم، لكم كلمة جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيدة النائبة المحترمة. فبالنسبة لهذه النقطة بالذات، كما تعلمون في البرنامج الحكومي تم التأكيد على العمل على تقليص الفوارق المجالية، وبالتالي إعطاء عناية خاصة للعالم القروي والعمل على تزويد العالم القروي بالماء الشرب. وفي هذا الإطار بين الأمور اللي تم التأكيد عليه وهو العمل على تسريع وتيرات البرنامج 2027 في مجال ديال تزويد ماء الشرب بالنسبة للعالم القروي. نقطة ثانية كذلك وهو العمل على تقوية تطوير وتطهير السائل اللي في برنامج خاص كذلك مع وزارة الداخلية في الإطار. وثالثا كذلك العمل على إعطاء الأولوية للمناطق والدواوير الأكثر تضررا. وفي هذا الإطار فالبرنامج فيه 7200 دوار اللي غيستفد من هذه الأمور، اللي يمكن نقول لكم بأن فقط بالنسبة لسنة 2022 إن شاء الله عندنا أكثر من 250 دوار اللي غيستفد 250 دوار اللي غيستفدوا من تزويد الماء صالح الشرب. شكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. التعقيب لسيد النائبة، تفضلي سيد النائبة المحترمة. سيد الرئيس، سيد الوزير، كنا كنعرفوا اننا حنا اليوم فصل الشتاء والامطار ما كايناش، يعني اللي كنتسناو منكم السيد الوزير برنامج استعجالي واستثنائي. البرنامج استعجالي علاش؟ لاننا حنايا بالاضافه ل 2000 البرنامج 2020 2027 كنعرفوا انه كاين القانون 95/10 اللي كيعطيكم صلاحيات واسعه باش تحققوا هذا الامن المائي في التراب الوطني ككل، ولكن خصنا نعطيو الاولويه القرى والاماكن الاكثر تضررا اللي هضرتوا عليها السيد الوزير. من الاماكن الاكثر تضررا هي منطقه درعه تافيلات، وخصوصا زاكوره اللي كلشي كيعرف الازمه اللي دازت فيها وازمه العطش اللي دازت فيها. كنا كنتمنوا السيد الوزير اننا نكونوا من هاد 30% اللي هضرتوا فيها اللي هضرتوا انها تنجزات برنامج 2027، لاننا حنا عشنا هاد الازمه من قبل، يعني خصنا نكونوا حنا من الاولويات ديال هذا البرنامج. لكن سيد الوزير، حنا المشكل بمجهودات ديال السلطات تحل المشكل، ولكن من هنا شهر 6 الا ما تدخلتوا السيد الوزير غنرجعوا لنقطه الصفر، ما غنلقاو ما نشربوا لا حنا لا معازنا لا بكارنا لا والو، غتبقى منطقه زاكوره منطقه مهجوره ما ساكن فيها حتى شي واحد. تكلمتوا ايضا سيد الوزير على اعطاء الاولويه للسدود، مع انه حنا عندنا سدود كاينه الدراسات ديالها بحال السد ديال بوتيوس منطقه الفيجة مخطط ديالو كلشي، واش ما كيخصو الا الامضاء ديالكم سيد الوزير واعطاء الانطلاقه لهذا المشروع هذا اللي شكرا. شكرا سيد النائبه المحترمه، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب اضافي في الموضوع؟ تعقيب اضافي في الموضوع، لكم كلمه سيد الوزير. شكرا سيد رئيس المحترم، شكرا سيدة النائبة المحترمة. فكما تعلمون نحن وضعنا برنامج استعجالي خاص بالنسبة للإشكالية ديال الماء، باش أن المناطق الأكثر تضررا أننا نواجه هذه الإشكالية، وانطلقنا في هذا الأمر. وثانيا بالنسبة لمنطقة زاكورة، فكما تعلمون نشتغل كذلك على جوج ديال الامور اللي هي اساسيه. تكلمتي الاستاذه على السدود التليه اللي حنا ان شاء الله غنحاولوا نفعلوا كل ما امكن في اقرب وقت ممكن هاد السدود. ومن جهه اخرى كذلك كاين تدبير الفرشه المائيه، لان انتم عارفين المشاكل اللي هي مطروحه بالنسبه لزاكوره، وتنعتبروا بان من الضروري ان نقوم بوضع عقده فرشه باش يكون هنالك تدبير مندمج ديال هذه الفرشه المائيه مع كل الفعاليات باش نضمنوا الاستمراريه وضمان الماء صالح للشرب بالنسبه للمواطنين. شكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. نمر الى السؤال الموالي، وهو سؤال متعلق بتنزيل برنامج الوطني لتزويد بالماء الشرب للسيدات والساده النواب الافاضل من الفريق الاشتراكي.
لكم الكلمة السيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، لقد مرت سنتين كاملتين من الشروع في إنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب والماء السقي 2027. البرنامج الذي يندرج في إطار السياسة الاستباقية التي نهجها جلالة الملك حفظه الله، سياسة قوامها التعبئة القصوى والتدبير المحكم للموارد المائية. سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن قدم تنبيها حول الوضعية الكارثية للموارد المائية بالمغرب. وحسب المعطيات المتوفرة، المغرب دخل مرحلة مقلقة فيما يتعلق بكمية الماء المتوفرة لكل فرد في السنة لا تتجاوز 500 متر مكعب في السنة، والمعدل الدولي لتأمين المائي هو 1000 متر مكعب في السنة، ونحن في نصف هذه الكمية، ونحن في ربع الكمية التي كنا عليها منذ 60 سنة. وهذا وضعية جد مقلقة وخصص كبير، خصوصا في المناطق الصحراوية والمناطق التي تعاني من الجفاف كالمناطق الشرقية. السيد الوزير، ما مآل؟ شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. تفضل سيد الوزير. شكرا. شكرا سيد الرئيس، وشكرا سيد النائب المحترم على طرح هذا السؤال وعلى الاشكاليه الحقيقيه اللي طرحتي واللي هي عندها واحد الاهميه قصوى. انا فقط باش نتفاعل مع السؤال ديالك اللي حول مآل ماذا تم انجازه في اطار البرنامج 2027. فيمكن نقول لكم بان اولا في مجال ديال السدود تم اطلاق 11 سد منذ سنه 2020 باش انه يتم انجازه ان شاء الله خلال هذا الافتراض، واحد التكلفه ماليه ديال 15 مليار ديال الدرهم. ثانيا كذلك درنا شروع في برنامج ديال تحليات المياه، تكلمنا على شتوكا ايت بها اللي تم انطلاقه ديالو واللي ان شاء الله غيتفعل في الاسابيع المقبله. كاين كذلك الداخله اللي ان شاء الله اللي فيه 30 مليون متر مكعب واللي غتنطلق الاشغال ديالو قريبا. وكاين الدار البيضاء، والدار البيضاء فيه 300 مليون متر مكعب اللي ان شاء الله غيدار في اطار شراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وغيتم اطلاق هاد الشراكه ابتداء من شهر فبراير المقبل باش نعرفوا شكون هما الناس اللي مستعدين انهم ينخرطوا معنا باش نهزوا هذا البرنامج المهم. شكرا سيد الوزير المحترم. تعقيب السيد النائب، ما بقاش الوقت، تعقيب اضافي اذن. تعقيبات اضافيه في الموضوع. سيد الوزير، هل هناك تعثرات في انجاز المشروع؟ وما هي حقيقة توقف بعض الصفقات العمومية الخاصة بتزويد الماء؟ ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل وضع حد لاستهلاك المفرط للماء واعتماد سلوكيات مراعية للبيئة؟ نحن في الفريق الاشتراكي نرى أن تحقيق الأمن المائي يعد أولوية باعتباره عاملاً أساسياً لاستدامة نموذجنا التنموي المنشود. شكراً. سيد النائب المحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في الموضوع؟ دائما لا يبدو. سيد الوزير تفضل. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب المحترم. فبالنسبة للجانب المرتبط باقتصاد في الماء، فنشتغل على برنامج خاص بالنجاعة المائية واللي تهدف أساسا إلى مراجعة العديد من الاستعمالات لا في مجال الفلاحي مع العملية ديال التنقيط، ولكن كذلك في اختيار بعض المنتوجات في هذا الإطار، ولا ما هو مرتبط كذلك بالفرشة المائية والعمل على تدبيرها بكيفية مندمجة، ولا ما هو مرتبط كذلك في الاقتصاد في الماء في مجال ديال الصناعة. شكرا. والسياحة. شكرا السيد الوزير المحترم. نمر إلى السؤال الموالي وهو متعلق عن أو حول الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. لكم الكلمة السيد النائب المحترم.
شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، كما تعلمون على أن المغرب تبنى مخططا استراتيجيا لقطاع الموانئ فيه كل مقومات الإطار الملائم لمواكبة التطور الذي انخرطت فيه بلادنا. لذا نسألكم سيد الوزير عن مآل تنزيل هذه الاستراتيجية واستكمالها في أفق سنة 2030. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترمة، جواب لكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب المحترمة. فكما تفضلتم الحكومة لها برنامج ديال الموانئ في أفق 2030، وفي الواقع هذا البرنامج فيه أربعة ديال الركائز. الركيزة الأولى وهو بناء موانئ جديدة، وهنا كاين معلوم ميناء الناظور غرب المتوسط لبناء الناظور غرب المتوسط لبناء الناظور غرب المتوسط اللي وصل 65%. هناك كذلك الميناء الجديد داخل الأطلسي اللي عاد انطلقت الأشغال ديالو في أكتوبر الماضي، وهناك كذلك الميناء الطاقي بالجوف الأصفر اللي احنا باقي ما انطلق. وهناك بالنسبة للتوسعات فهناك ميناء ديال أكادير والميناء ديال طرفايا اللي كذلك تيتم الاشتغال عليه خصوصا بالنسبه لأكادير. النقطه الركيزه الثالثه وهو ادماج الموانئ في محيطها الحضري، وهنا تنتكلم اساسا على انفتاح ميناء الدار البيضاء على المدينه، والميناء اللي هو خاص كذلك بالصناعه ديال البواخر، واخيرا ما هو مرتبط باصلاح وبناء السفن. شكرا. شكرا سيد الوزير، دوركم سيد النائب التعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، بدايه لابد من التذكير بما حققه المغرب من انجازات وشيده من رصيد مينائي مهم كما وحجما، إذ تبلغ شبكة هذه الموانئ الحديثة 43 ميناء موزعة على 3 أصناف: 22 ميناء للصيد البحري، 14 ميناء للصيد البحري، 14 ميناء تجاري متعدد المهام، 7 موانئ ترفيهية. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 التوفر على سياسة مينائية شاملة تقوم على تشييد البنية التحتية والمرافق المينائية بالمواصفات الدولية والمعايير المستدامة من حيث الاستغلال، وهذا كله تحقق بفضل التوجيهات الملكية الرشيدة، حيث أعاد للمغرب مجده البحري التاريخي. ثانياً، لابد من الأخذ بعين الاعتبار حداثة تحملكم سيدي الوزير مسؤولية هذا القطاع الحيوي، والذي أيضاً صادف استمرارية تداعيات جائحة كوفيد-19 والمتحورات ديالو المقلقة اللي أثرت سلباً على الرواج المينائي، يعني بنسب متباينة من ميناء إلى آخر. إلا أنه بالرغم من ذلك فإن تنزيل الاستراتيجية المينائية في أفق 2030 قائمة ومستمرة من خلال صيانة المنشآت المينائية وتأهيل العديد من الموانئ ومواصلة تشييد الموانئ الجديدة، كيف ما قلتي ميناء الدخلة الأطلسي، ميناء الناظور غرب المتوسط، ميناء الجديد للفوسفات بالعيون. وفي نفس الإطار كنذكركم سيدي الوزير بمآل تنفيذ مشروع ميناء بالدوزة بإقليم أسفي التي تمت برمجته في سنة 2014 للصيد التقليدي لتعزيز شبكة الموانئ النشيطة كالميناء الجديد لأسفي وميناء أسفي المدينة، وهو مشروع سيستفيد منه الإقليم الذي يتوفر على مؤهلات مهنية واجتماعية وثقافية بحرية، خاصة وأن هذا المشروع سيشمل أيضا الصيد الساحلي. كما نعلمكم أننا توصلنا سيد الوزير بجواب من وزارة الصيد البحري بضم هذا المشروع ضمن البرنامج المزمع إنجازها بالتنسيق بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، هذا كما جاء في جوابكم. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترمة. هل هناك من تعقيب إضافي في الموضوع؟ تفضل سيد النائب. سيد وزير التجهيز المحترم، أثير انتباهكم إلى أن وضعية ميناء طرفايا هي وضعية خطيرة وكارثية للغاية بسبب الإهمال والتهميش الذي أطال هذا الميناء. هذا الميناء الذي ضخت فيه الدولة بطبيعة الحال في حكومة ما سابقة أكثر من 600 مليون درهم هو اليوم غير مشغل وغير مرقم ولا يوجد في قائمة الموانئ المغربية، ذلك أن الرمال تحيط به من كل جانب ومن كل جهة.
نفس السؤال للسيد الوزير المحترم نوجهه لوزير النقل حول فتح الخط البحري الرابط بين طرفايا وجزر الكناري. هذا الخط اللي دارت فيه وزارة النقل بعض البنود التعجيزية اليوم واقف، وكان طلبوا من السيد الوزير على أنه يعجل فتح الخط البحري اللي كتهوى عليه الساكنة وتهوى عليه الجهة وتهوى عليه أبناء الجالية الأقاليم الجنوبية المتواجدة بالخارج. وبالتالي نطلب منكم السادة الوزراء المحترمون زيارة المدينة الطرفاية من أجل الوقوف على هذه الإكراهات وحلها في عين المكان، وشكرا. شكرا السيد نائب محترم. تقيب إضافي في الموضوع، تفضلوا. رئيس سيد الوزير، غير بغينا نذكركم سيد الوزير باش تعطونا التاريخ في هذا، لأن الميناء كان مورمج، بغينا نعرفوا التاريخ أشنا هو التاريخ لموحد التاريخ لموحد. وشكرا. شكرا شكرا سيد نائب نتاع الوقت. تعقيب إضافي آخر في الموضوع دائما، تفضل سيد الوزير لكم الكلمة. شكرا سيد رئيس، شكرا سيدة والسادة النواب على التدخلات الهامة. أنا فقط بغيت نأكد بأن أولا بالنسبة لهذا الموالئ كما تعلمون الهدف الأساسي وهو أن نعمل على تحسين المردودية ديالهم ويكون عندهم واحد الواقع إيجابي على التنمية في هذه المناطق اللي هي معنية بها، وبالتالي فنشتغل على تفعيلها وتطويرها والعمل على تحسين فعاليتها وجلب الاستثمارات الضرورية في هذا المجال. بالنسبة لأسفي كما تعلمون هنالك الميناء اللي هو ديال جديد ديال السوائب اللي هو اليوم تيشتغل الحمد لله طروحة. بالنسبة للجانب ديال الصيد البحري فسنشتغلوا مع الوزارة المعنية باش نشوفوا ما يمكن القيام به في هذا الإطار. وبالنسبة للطرفاية فكما تفضل السيد النائب المحترم فالتكلفة المالية ديال 641 مليون ديال الدرهم، وطبعا من يتدار هذا الاستثمار فممكنه إلا يشتغلوا، وبالتالي فسنعمل على البحث في هذا الموضوع من أجل حل هذه الإشكالية. أما بالنسبة اللي بغيت نأكد وهو أنه عندنا جوج الموانئ اللي هي أساسية واللي غتلعب واحد الدور أساسي بالنسبة للتنمية على الصعيد الجهوي. عندنا ميناء ديال الناظور غرب المتوسط اللي إن شاء الله غيكون هو المحرك بحال اللي كان طنجة المتوسط بالنسبة للأقاليم الشرقية، وغيعطي واحد الدفعة قوية من أجل التنمية المندمجة. وبالتالي يمكن نأكد لكم بأن كاين العديد من طلبات الاستثمار في المنطقة لأنه كاين هذا الميناء إن شاء الله، وغنديروا له كذلك واحد طريق السيار اللي غيمشي من قرسي في الناظور باش نضمنوا هذه الاستمرارية ونزيدوا نوسعوا الدائرة اللي غتستفد من هذا الميناء. وعندنا الميناء ديال الداخلة والأطلسي اللي هو كذلك غيكون غيلعب واحد الدور ديال البوابة لإفريقيا جنوب الصحراء، وبهذه الكيفية فهو غنخلقوا كذلك العديد من فرص الشغل ومن فرص التنمية في هذه الأقاليم العزيزة علينا. وشكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. نمر إلى السؤال العاشر ودائما في نفس القطاع عن برنامج تقوية الشبكة الطرقية وصيانتها للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار. لك الكلمة السيد نائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، في إطار دعم أوراش البنية التحتية أسألك سيد الوزير عن حصيلة برنامج تقوية الشبكة الطرقية وصيانتها ببلادنا. شكرا. شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس المحترم، شكرا سيد النائبة المحترمة على هذا السؤال. فكما سبق لي أن ذكرت فاليوم يمكننا نقول بأن هنالك إرادة قوية من أجل تطوير الشبكة الطرقية، ودرنا واحد برنامج اللي هو في أفق 2035 من أجل تطوير وتقوية هذه الشبكة الطرقية في بلادنا. واليوم الحكومة فهي تشتغل على مخطط في أفق 2040. اللي بغيت نأكد وهو أن هذا المخطط الجديد اللي إن شاء الله انطلقنا فيه واللي غيتم إن شاء الله إعداده خلال هذه سنة 2022 بغينا نديره مع الجهات، لأننا تنعتبره بأن الجهات هي اللي عندها تصور ديال في إطار كذلك تصور ديال التنمية المندمجة داخل الجهة، وفي نفس الوقت كذلك تدخل البرامج والمخططات الجهوية تدخل في إطار الإطار
إعداد التراب الجاوي. بهذه الكيفية غيمكننا نضمنوا أولا أن هذه الطرق فهي غتدخل في إطار هذا التصور، وغنضمنوا كذلك أن غيكون عندها أكبر مردودية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للجهات، وغتنخرط في إطار هذه الاستراتيجية. وبالطبع داخل هذا الأمر ضروري أن نعمل على صيانة هذه الطرق، ولذلك 45% ديال الميزانية ديالنا تتمشي فقط لصيانة الطرق. وشكرا. شكرا السيد الوزير المحترم. السيدة النائبة لكم التعقيب. شكرا سيد الوزير على ما جاء في معرض إجابتك، ولكن في الحقيقة سيد الوزير لسان الحال والواقع في جهة العيون ساقة الحمراء يقول كما يقول المثل دار لقمان على حالها. سيد الوزير هنا أحدثك عن الطريق الرابطة بالضبط بين مدينة سمارة ومدينة العيون، هذه الطريق باتت الحمراء بطريق الموت سيد الوزير، لأنها أودت وأزهقت الكثير من أرواح شبابنا ونسائنا وأطفالنا. سيد الوزير أيضا الطريق الرابطة بين جماعة أخف النير وجماعة العيون قبل يومين سيد الوزير عرفت حادثة سير مروعة راح ضحيتها 4 شبان في ريعان شبابهم سيد الوزير، واثنان حالتهم حرجة في المستشفى الجهوي بجهة العيون. في الحق السيد الوزير من المؤسف ومن المخجل في مغرب التطور، مغرب التقدم، مغرب الازدهار، مغرب الأوراش الملكية الكبرى لسيدي صاحب الجلالة، ولازلنا نعاني من طرق هشة وضعيفة. طرق سيد الوزير اللي كنعرفوا جميعا ان الاقاليم الجنوبيه يعني اكرم عليها جلاله الملك بنموذج تنموي جديد، وكنعرفوا جميعا المبلغ الاجمالي ديال هذا النموذج التنموي الجديد، ونعرف الميزانيات الضخمه التي تضخ في الجماعات الترابيه، ومع ذلك سيد الوزير الطرق هشه جدا وضعيفه. ادعوك سيد الوزير لان تقوم بزياره عاجله وترى هذه المقاطع الطرقيه التي ذكرت لك، وأتمنى أن تكون زيارتك مستعجلة قبل أن يضعون على الطرق مساحيق التجميل، وكنعرفوا جميعا أن مشكلة التجميل غير مؤقت وصافي، كيمشي التجميل وكيبدأ الواقع يبان. كذلك سيد الوزير أتمنى أن تكون هناك مراقبة، لأنني يعني حاولت أن أفكر وأرى المشكل في لقيت المشكل في جانبين سيد الوزير. الجانب الأول ما كايناش المراقبة والمتابعة سيد الوزير، واللي غلط واللي ما داش الخدمة ديالو يتحاسب، هذا الشيء اللي كنعرفه. والمسألة الثانية سيد الوزير أن تكون يعني زيارة حقيقية، يعني حينما تأتي وترى رداءة هذه الطرق. شكرا سيد النائبة المحترمة. هل هناك من تعقيب إضافي في الموضوع؟ تعقيبات إضافية في الموضوع لا يبدو. سنعود إليك سيد الوزير لكم الكلمة. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيدة النائبة المحترمة. أنا اللي يمكن لي نأكد لكم سيدة النائبة المحترمة ورا تفضلتي وبهذه الكلمة بأن جلالة الملك أعطى الأولوية لهذه المناطق الجنوبية ودار النموذج التنموي الجديد وهنالك عناية خاصة في هذا الإطار. بلاتي سيد الوزير سي مديان كتشوش على الوزير وسيد الأمين العام. تفضل سيدي. شكرا. اذا وبالتالي فالاستاذه ملي تفضلتي وقلتي بان بالنسبه للطريق ديال العيون والسماره حنا اولا عندنا واحد البرنامج خاص في هذا الاطار، ويمكن ناكد لكم بان ان شاء الله هي طريق الحياه وليس طريق الموت كما تفضلتي. نقطه ثالثه كذلك اللي هي مهمه، وهو حنا ما يمكننا الا نفعلوا مبدا ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وبالتالي المراقبة إن شاء الله غتتم، وغنمشي إن شاء الله عن قريب للمنطقة، وغتكون فرصة لزيارات ولتطوير هذه الشبكة مستقبلا. وشكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. نمر الآن إلى السؤال الموالي دائما في نفس القطاع، هو سؤال عن خطر ندرة المياه لسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. سيد النائب المحترم تفضلوا لكم الكلمة. شكرا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير أمام العجز المسجل في الخزان المخزون المائي اللي كتعرفوا العديد من المناطق بسبب تعرفوا تقلبات الجوية وتزايد الطلب على الماء، نتساءل سيد الوزير المحترم عن الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة هذه الوضعية وضمان الأمن المائي. شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. تفضلوا سيد الوزير. سيد الرئيس. شكرا سيد النائب المحترم. فبالنسبة لهذه النقطة بالذات فكما تعلمون المغرب
معرض لإشكالية حقيقية ديال ندرات المياه. ورغم المجهودات المبذولة، اليوم عندنا 148 سد، عندنا كذلك 135 سد تلي، دارت كذلك العديد من الإنجازات في مجال تزويد الماء الصالح للشرب بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبالنسبة كذلك ربط العالم القروي كذلك بالماء الشروب. فرغم ذلك فهنالك إشكالية. الإشكالية الأولى فكما تعلمون وهو التساقطات المطرية اللي عرفت واحد التراجع كبير، والواردات المائية اللي جعلت أن اليوم فاحنا في 500 متر مكعب لكل مواطن، وهذا خلق إشكال. ولكن اللي أهم وهو عندنا واحد التباين كبير، لأن بحال منطقة اللوكوس فتنفوتوا 600 إلى 700 إلى 800 متر مكعب لكل شخص، وبالنسبة للمناطق الجنوبية فهي 100-200 متر مكعب لكل شخص. إذن هذا طرح إشكال حقيقي ديال الفوارق اللي كاينة بالنسبة للمياه. النقطة الثانية وهو أن عندنا 57% ديال الواردات المائية، 7% من المساحة ديال الوطن كلها مركزة. إذن هذا تخلق هذه التفاوتات اللي هي تنتكلموا عليها. ثالثا وهو أنه اللي وقع وهو وقع استغلال كذلك مفرط للفرشة المائية، لجل أنه لا قدر الله إلا كان عندنا واحد سنتين ديال الجفاف غتكون عندنا إشكالية ديال تزويد ماء الشرب بالنسبة للمواطنين. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن يكون هنالك برنامج، كاين معلوم برنامج اللي عطى انطلاق جهة الملك 2027 اللي فيه السدود في الاقتصاد في الماء إلى آخره، وبغينا نضي ودرنا كذلك برنامج استعجالي بالنسبة للأحواض المائية أكثر ضرورا بحال الملوية بحال أم ربيع وبحال كذلك ديال تنسيفت. وعندنا إشكالية أسس ما سمعلهم، وعندنا إشكالية أخرى وهو أننا بغينا نحسنوا من الفعالية ديال المجهودات البدولة. وهنا نقول نقطة وهو أنه عندنا 40% إلى 60% ديال الماء تتمشي غير في القنوات، أنهم تيسيلوا، وبالتالي عندنا واحد التراجع كبير في هذا الإطار، وبالتالي حنا غندرنا واحد. شكرا السيد الوزير، شكرا، انتهى الوقت. تعقيب لكم سيد النائب المحترم، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير ننوه بهذه الاستراتيجيه، ونحن ثقتنا فيكم كبيره بزاف فهاد بانكم غادي توجدوا الحلول في هذا الموضوع. السيد الوزير فعلا كما قلتوا الان بعض المناطق الجنوبيه كتعاني، جهه الداخله والذهب على سبيل المثال. الداخله الان عندها واحد المحطه ديال تحليه، المحطه ديال الحاليه فيها واحد العجز ديال 40%، اضيف الى ذلك واحد 40% اخرى كتضيع في القنوات ديال ايصال الماء. اذا السيد الوزير كما قلت لكم اننا في حاجه ماسه لتنزيل ذاك المشروع ديال تحليه المياه البحر اللي منصوص عليه في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب ومياه السقي 2020-2027، لأن بعض الأحياء كبرى مثل حي السلام، حي الوحدة، حي مسيرة، هذه الأحياء ذات كثافة سكانية عالية وكتعاني 4 أيام وهي محرومة من الماء اللي هو حق دستوري للمواطن. المواطنين الآن في حاجة ماسة سيد الوزير لماء الشرب، وهذه المحطة بالخصوص. كذلك المناطق الصيد البحري، كاين بعض المناطق اللي في القرى الصيد، 5 قرى عندنا، الباردة، العين البيضاء، كذلك المهيريز، هذو مناطق كلها لا تتوفر على ماء شرب، وهذا حق مواطن، هما عندهم واحد دور اقتصادي كبير. لذلك الله يجازيكم بخير السيد الوزير، نعجلوا باش نوصلوا لهم الماء. كذلك بعض الجماعات اللي كاينين في جهه الداخله والذهب، كذلك كمركز اوسر ذات الطابع التاريخي، من 1999 هما في انتظار واحد المحطه ديال تحليه المياه، لان عندها واحد كما قلت لكم واحد الطابع تاريخي هذيك المنطقه. كذلك منطقه بيرغندوز، كنعرفوا بان بيرغندوز حاليا واحد الاقليم اللي هو في واحد تصاعد اقتصادي وجد مهم بالنسبه لنا، لانه خاص هذيك المحطه تزاد مثلا هذيك المحطه يتزاد المنتوج ديالها ويوصل حتى للقرقرات، المنطقه الحدوديه ديال القرقرات، ويوصل لبعض المناطق اللي هي مجاوره. كذلك الداخله راه عندنا بعض المناطق اللي هي بعض الوحدات السياحيه اللي هي في النواحي. نائب محترم انتهى الوقت، شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي في الموضوع؟ إلا سمحتوا سيرة الأستاذة مع البعد ما كنشوفوش، إلا وقفتوا وهزيتوا يديكم غادي تكونوا
بين اكثر. شكرا، تفضل سيدي النائب المحترم. السيد الوزير، كنطلب الله سبحانه وتعالى يغيثنا. كما جاء في الرد ديالكم، توالي سنوات الجفاف اثر على مخزون الماء، واليوم المخزون ديال الماء في مجموعه ديال الجهات راه بلغ اللون البرتقالي، مما اثر على يعني الحقينه ديال السدود الكبرى، راه كاين اللي وصلت مثلا سد بين الويدان اقل من 14%. والخطر الكبير هو تحسب وقوع ازمات في التزود بالماء الشاروف في مجموعه من الجهات، سوس ماسا، بني ملال، خليفره، درعه، تافيلات، مما يستوجب وضع مخطط استعجالي من مثل تعميم تحلية ماء البحر الذي صار خيارا استراتيجيا في المدن الساحلية. أما فيما يخص ماء السقي، نتفهم قرار توقيف سقي المزروعات الموسمية، لكن السيد الوزير المزروعات المتعددة السنوات وجب. شكرا سيد النائبة المحترمة، انتهى الوقت. سؤال دائما أو تعقيب إضافي ما كاينش، نرجعوا للسيد الوزير. تفضل سيد الوزير فيما تبقى من الوقت. شكرا سيد الرئيس. انا فقط بالنسبه للجانب ديال بالنسبه للدخله، بحال اللي تفضل السيد النائب المحترم، فغنسرعوا ان شاء الله في تحليات المياه، غيتم استغلاله على الصعيد الفلاحي، ولكن تنشتغلوا في داخل الحكومه باش انه يتم كذلك استغلاله بالنسبه للماء الصالح للشرب. وبالنسبه للنقطه اللي طرحت السيده النائبه المحترمه، فهذا البرنامج الشاجري ان شاء الله راه حنا اشتغلنا عليه ووضعنا كذلك خريطه الطريق، غا ان شاء الله غيدار تحليات المياه بالنسبه للناظور، غيدار تحليات المياه كذلك بالنسبه للازفي، غيدار تحليات المياه بالنسبه لسيدي افني في العديد من المدن الساحليه. وشكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. نمر الى السؤال 12 وهو السؤال الاخير قبل ان نرفع الجلسه للصلاه، متعلق بمآل بعض الطرق للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاستقلالي للوحده والتعادليه. لكم الكلمة السيد النائب المحترم، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نتساءل عن مآل الأوراش الطرقية التي تعرف تعثرا في إنجازها، وما هي الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع، ومتى ستنطلق الأشغال بها، وما هي المدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الإنجاز؟ شكرا سيد النائب المحترم، تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب المحترم على هذا السؤال. في الواقع سيد الوزير، الى سمحتي سيد الوزير، سيدات والساده النواب راه غادي نرفعوا الجلسه للصلاه مباشره من بعد السؤال، شفتهم كيغادروا ماشي دابا. اذا بالنسبه للسؤال ديالكم، فهذا سؤال مهم جدا اللي يمكن ناكد لكم، وهو ان هنالك الطرق اللي هي مبرمجه من طرف الوزاره واللي هي محدده في الزمان والمكان وكيفيه انجازها، وهنالك كذلك الطرق اللي تدخل في اطار الشراكه مع الجماعات المحليه او مع الجهات، واللي هي كذلك عملنا على تسريع وتيرات انجازها. وشكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. سيد النائب للتعقيب، لكم الكلمه. سيد الوزير، نشكركم على هذه التوضيحات الكفيله بتنوير الراي العام بخصوص اوراش الطرقيه المتعثره بما فيها مسار مشروع طرق الرابط بين العاصمة الاقتصادية والمطار الدولي الذي يدخل في إطار الأوراش الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية التي تشكل الدعامة الأساسية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة. سيد الوزير، إن حرصكم الشديد على تتبع ومواكبة الأوراش الطرقية المتعثرة وتفاعلكم الإيجابي مع هذه الأوراش الطرقية الهامة يؤكد إرادتكم القوية لإعطاء دينامية جديدة للسياسة القطاعية حتى تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم عندما يتعلق الأمر بمشروع سيساهم في تحسين الشبكة الطرقية الوطنية وتخفيف الضغط الذي تعرفه بعد الطرق الوطنية مثل التي تربط مدينة الدار البيضاء الكبرى بمطار محمد الخامس عبر مدينة بوسكورة، والتي أصبحت طاقتها الاستيعابية غير كافية لمواجهة متطلبات وتيرة استعمال مكثف لهذا المحور الطرقي وما يشكله من مخاطر على السلامة الطرقية، خاصة وأن المشروع الطرقي الجديد سيشكل أيضا قيمة مضافة لمدينة بوسكورة التي تتطلع لتصبح إحدى المدن الرائدة في بلادنا بفضل المؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها. شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. هل هناك تعقيب إضافي في الموضوع؟ تعقيبات إضافية في الموضوع؟ لكم الكلمة السيد الوزير، تفضلوا.
شكرا سيد الرئيس المحترم، شكرا سيد النائب المحترم. فبالنسبه للطرق اللي تكلمت عليها واللي عندها واحد الاهميه قصوى اللي هنا ما بين الدار البيضاء والمطار، واللي عارف الاكتضاد اللي كاين هناك، فيمكن ناكد لكم بان تم التوقيع على اتفاقيه شراكه مع الجهه اللي من اجل، وكذلك مع المكتب ديال المطارات، باش يمكننا نجزو هذا الطريق ونقلصوا من الضغط على هذه الساكنه وعلى كذلك ساكنه في هذه المناطق بالنسبه للبوسكوره وبالنسبه للمجاطيه الى اخره. وبهذه الكيفيه ان شاء الله غنضمنوا ان هذه الاشكاليه ما تبقاش مطروحه بحال اللي كانت في الماضي. وشكرا. شكرا السيد الوزير، وشكرا ايضا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه، وارفع الجلسه للصلاه لعشر دقائق كامله وغير ناقصة وغير زائدة. رفعت الجلسة.